معنا محمد وأحمد، نرحب بمحمد ونبدأ به. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك. أنا كل سنة طيب. وكل السنة وأنت طيب. بس أسأل حضرتك بس السؤال، بس إيه يعني في الميراث؟ بس أنا أخي، إحنا ثلاث إخوات. طيب. والدتي توفت الله يرحمها 2008، وكنا قاعدين في شقة يعتبر يعني إيه مساكن، بس بقت تمليك، أنا اللي جريت فيها، وهم إخواتي الأكبر مني يعني اتجوزوا الحمد لله وكده يعني، وأنا اللي كنت قاعد مع والدتي، وأنا اللي عشت معاها واتجوزت معاها وخلفت وأنا قاعد معاها في الشقة، وهي توفت. الإخوات الاتنين قالوا لي يعني ما بينهم من بعض كده، الشقة دي بتاعتك أنت اللي جريت فيها وكده يعني، وإحنا مش عايزين حاجة منها، وأنا اللي عايش فيها دلوقتي مع أولادي وكده. فليا أخ توفى، أخويا التاني بيقول لي خلاص الشقة دي بتاعتك أنت وخلاص. فأولاد أخويا اللي توفى دوت هو عنده عيل واحد بس، عايز ميراثه، يقول لي انا عايز الميراث بتاع ستي، بتاعت امه، بتاع والده يعني. ايوه. فاخويا التاني قال له لا، دي الشقه ديت من زمان، وابوك الله يرحمه كان عارف يعني الشقه ديت بتاعت عمك وكده. اقتنع؟ ما اقتنعش، فبيقول لي لا، بيقول لي انا عايز الميراث. فانا مش عارف هل هو ليه حق دلوقتي ولا ملوش حق. حاضر. اولا نبين نقطتين. النقطة الأولى جريان الابن في تحصيل شقة، في شراء أرض، في أي حاجة جريانه ده، إنما يكون حسبة لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا مات من جرى لابنه من أجله فما جرى فيه ميراث للجميع، بدليل ان واحدة ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابت كيلو ذهب لامها هدية، صبحت الست ميتة، بنتها اللي ادتها الذهب امبارح يسترداي جات للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له اخذ هديتي ولا بقت ميراث؟ قال لها بقت ميراث. فانت احتسب جاريك وشقاك للحصول على الشقة لوجه الله تبارك وتعالى، لكن باسم والدتك، فأي منفعة سواء كانت إسكان، تعمير، إيجار، وفيها منفعة يعني كانت بكذا، مش غالية قوي زي اليومين دول، أي منفعة تأتي عن طريق الميت هي ميراث للجميع. أما وقد تنازل أخوك وأخوك الآخر فصارت حلالا زلالا لك، جاء ابنه يبحث عن حقه في ميراث أبيه ولم يعلم بتنازل أبيه، فله حق، أعطيه حقه والله يخلف عليك. أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله. الجليل. الله يسترك. لا دكتور، ليا يعني رجاء عند حضرتك. حضرتك تكلمنا عن قصة زكريا بن عدي مع أبو يحيى صاعقة. مع مين؟ مع أبو يحيى صاعقة. أيوه. وليا رجاء آخر إن حضرتك تنهي الحلقة بالبيت الشعر الجميل المألوف عن حضرتك، خير خلق الله نور قد بدا في رسول قد تسمى أحمد، إن أكن بينت يومي سنة فبإذن الله ألقاكم غدا. الله. وأنا يعني يشهد ربنا ان انا بكون مجبور الخاطر لما بتواصل مع حضرتك. ربنا يجبر بخاطرك يا ابراهيم ويدخل على نفسك المسره كما ادخلتها على نفسي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واحمد والحاشر والعاقب ومن ختم به الله النبيين اجمعين عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب أستاذ محمد من القاهرة. الله. السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك. من فضلك يا دكتور عندي سؤال. تفضل. أنا الحمد لله ربنا كرمني بورس الحمد لله. إيه؟ و إيه ربنا كرمني إيه؟ بورس من والدي الحمد أيوه. لله. أيوه.
والمبلغ اللي طلع لي حطيته في البنك شهادة، وطلع لي منها يعني فوائد شهرية. طيب فطبعا حضرتك عارف في كلام كتير يعني ان مش الفوائد دي ما بتبقاش حلال وحاجات زي كده، وكنت محتاج اعرف من حضرتك يعني رد قاطع، هل انا مثلا محتاج اعمل عمره، محتاج احج، وفي ناس كتير بتشكك في مصدر الفلوس كده ان هي ما بقتش حلال، فمحتاج اعرف من حضرتك. ان شاء الله المعاملات البنكيه في كتاب مطبوع باسمها لفضيلة العلامة محمد سيد طنطاوي أستاذ دكتور شيخ الأزهر عليه رحمة الله لا شيء فيها. دي الخلاصة من غير وجع قلب وعكا عك عكا، وكأن ما ورناش في الدنيا إلا موضوع البنوك. إذا بلغ مالك الذي أودعته البنك النصاب فأخرج عليه وعلى فائدته الاثنين مع بعض زكاة مالك كل سنة. لم يبلغ النصاب تصدق بالقدر المستطاع، والله يبارك لك فيما آتاك وتحج منه وتعتمر منه، لأن القضية الفصل إذا قلنا بأن المال حرام فيحرم استعماله في شراء البطاطس وفي الحج والعمرة وبناء المساجد، وإذا قلنا إن المال حلال اشترينا البطاطس والبطاطا وحججنا به واعتمرنا. الحلال يصرف في جميع الوجوه، الحرام لا يصرف في جميع الوجوه.